أعزائي المشاهدين، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استمع. اليوم في معنا مجاهر جديد من تونس، الأخ رشيد جغلة. أهلاً ورحب فيه، أهلاً وسهلاً فيك أخي رشيد. أهلاً وسهلاً فيك أخي جون، وأهلاً بمتتبعين قناتك الجهر بالإلحاد، سواء ملحدين، مسلمين، الناس الكل. عسلامة بالتونسي يقول لهم. عسلامة أخي، عسلامة، عسلامة، أهلا وسهلا فيك وبكل التونسيين. بشير، نحن تعودنا بطاقة تعريفية عن شخص الضيف، لو تتفضل تعرفنا على كريم. تفضل. يعني إنسان تونسي عادي، تولدت في تونس في السبعينات، من عائلة بسيطة تونسية مسلمة سنية، طبيعة تونس كلها إسلام سني على المذهب المالكي، يعني عادي كأي مواطن يعني في العالم، يعني كأي مواطن من تلك المنطقة، منطقة الشرق الأوسط يعني. أكيد أكيد أكيد، يعني كلنا بالهوى سوا مثل ما بقولوا. أخي بشير، يا ريت تحكي لنا نشأتك الدينية، يعني كيف بدأت كيف تربيت دينيا، خلينا نقول، حتى وصلت مثلا لمرحلة الشك والكفر بالله والعياذ بالله. والعياذ بالله. اوكي. نشأت في عائلة عادية غير متزمتة، يعني مسلمين كيوت لايت خفيف، يعني الوالد يعني عامل بسيط يصلي، الوالدة نفس الشيء، يعني عادي. لكن وانا صغير دائما نتساءل، يعني الصغير ديما يتساءل ما معنى النار، ما معنى الجنه، ما معنى الروح، ما معنى. كنت نمشي للمدرسه نسمع الاستاذ او المعلم يعني يحكي على الاسلام ويحكي على الدين ويحكي على الله، نرجع الى المنزل ساعات قال والد يقرا في القران، حل كتاب القران ويقرا، يعني فمرة سورة يوسف، مرة سورة البقرة، لا أدري يعني. ودائما عندما أسأل عن عدة نواحي في الإسلام، إما لا إجابة أو إجابة لا إجابة، يعني تسأل على الروح، ما هي الروح، كما نذر بن الحارث وقت جاء سأل محمد قال له ما هي الروح، مشى بعد جمعتين ورجع قال له انما الروح من عندي ربي، يعني اجابه لا اجابه. فبدات تلك التساؤلات وتلك عدم الاقتناع، هذا جانب. الجانب الثاني في الاسلام، ما يعني نقولوا احنا بالتونسي تعقدت، صارت لي عقده نفسيه، انه دائما الحديث على عذاب القبر، على العذاب في النار، على الحرق. انت تدخن، يعني تصور انت كنت سيجارة تحطها على يدك، يعني شيء فظيع، يعني ما بالك طفل صغير ويسمع تلك الاحاديث، ان لم تصلي فالله ربي بشي حرقك بالنار، ان تكذب ربي بشي حرقك بالنار، ان لم تتوضأ ولم تستنجي يعني ربي بشي حقك في النار. فهذه كل هذه التفاعلات جعلتني منذ الصغر، يعني من أنا صغير، حاجة مش عادية، يعني أبوكاليبس، مش دائما تحس الدنيا بشتوفة، يعني الدنيا ما هذا. شيء فشيء أصبحت لا أبالي. اوكي، اذا الوالد قال لي صلي نمشي نصلي، اوكي نعمل لك الحركات الرياضيه، فهمتني، سجود ركوع، اذهب يوم الجمعه اذهب، يعني لا ادري. لكن ومشيت في المراهقه، فتره المراهقه متاعي، فتره المراهقه متاعي كانت عاديه، يعني لما انحرف الى اليمين او الى كانت عادية جدا، يعني لم أفكر بالدين، لم أدخن المخدرات وإلا
كانت عادية عادية جدا جدا، ولكن بعض ساعات أتقابل مع بعض جماعة الدعوة والتبليغ، لا أدري كان عندكم في سوريا. نحن أكيد كان عندنا بس بشكل سري، يعني حزب البعث ما عرف حال معارضين ولا إسلاميين ولا من كل الأنواع بصراحة. احنا الفترة في تونس، الفترة هذيك نهاية العهد البورقيبي وبداية عهد بن علي. بن بورقيبة كان علماني ذكي ودكتاتور ذكي ودكتاتور مثقف، عكس بن علي. بن علي كان دكتاتور، احنا نقولوا حشاك بهيم، يعني مصدق غبي بالضبط. الفترة اللي وقت بدا فيها بن علي، بن علي كان متسامح مع جماعة الدعوة والتبليغ والصوفيين، لأنهم الجماعات هذم في أفكارهم ما عندهمش الفكر باش ياخذوا السلطة والحكم، يعني سيبهم يمشي وخدموا على رواحكم، عملوا دعوة، عملوا تبليغ، عملوا، يعني لا علينا هذا موضوع آخر. لكن عندما كنت أتقابل معهم أسألهم نفس الأسئلة بتاع الصغار، ليست هناك إجابة، دائما ليست هناك إجابة، إجابة وصريحة. الأورينتاسيون يعني الاختلاف نتاعي مع الدين جاء عامة البكالوريا، يعني سنة سابعة، أنا أدرس سابعة ثانوي علوم تجريبية، الأستاذ عندنا في المنهج نتاعنا درسونا يعني لا تيوري ديفوليسيون، نظرية التطور تاع داروين. بعد ما كمل الأستاذ درسنا النظرية الكل، يعني من السيليكسيون ناتوريل يعني إلى آخره، جاء الأستاذ قال لنا تصور يعني قمة المنهج هذا حطته الدولة التونسية، يلزمكم تقرأوه باش تعدوا الامتحان وتنجحوا. اما راهو ضد الدين، والدين راهو قال اللي ادم وحواء فهمتني هما اصل البشريه. يا صلاه النبي خي. شيء 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 مؤسف للاسف. في وقتها انا تلفت للاستاذ قلت له سيدي، يعني احنا في تونس الاستاذ والمعلم قلوا له سيدي. له سيدي كيفاش؟ اذا هي غلط، يعني هي كلها غلط، علاش الدولة التونسية تحط فيها ونقراو فيها؟ إذا هي متعارضة مع الدين ومتعارضة، يعني نصدقوا الدين ولا العلم؟ فالراجل هو كان بسيط وممكن كان فاهم، بس ما حبش، كان خايف، فقال لي لا توجع لي راسي، يعني ادرس وانجح ومشي أمورك وما توجع ليش راسي. فأنا الفكرة ذيك قعدت في مخي، أنا رسخت في مخي. تعديت للجامعة، مشيت للجامعة، احنا بطبيعة في الجامعة التونسية الأساتذة مش الكل توانسة، يجونا أساتذة من ألمانيا من روسيا من، جاتنا أستاذة ألمانية ذكر حتى اسمها، اسمها مدام إنجريد، فطرحت عليها نفس الإشكال، يعني نظرية التطور ولا الأخص. أنا من أصول مسيحية لكن أنا لا دينية. استغربت ما معنى لديني. بديت تفسر لي بشوي بشوي، قالت لي راهو هكا، يعني لا ديني لا يؤمن بالاديان، عنده اله يؤمن بالعلم، يؤمن كيف الملحد، يعني فسرت لك المنظومه اللي احنا عايشينها تو. قالت لي شوف انتم في تونس الكلام هذا كي باش تقولوا راهو العباد، ها راك باش تضر روحك، بلد مسلم لا يحتمل الاختلاف، انت كلمت. فالحق بارك الله فيها، يعني فسرت لي طمنتني، قالت لي اخذ لي الدين راهو ثقافه ومنتوج بشري. انا ننصحك شد العلم وما عادش تسال الاسئله هذه لاصدقائك ولا لاقربائك ولا حتى حد، وحاول باش تقرا باش تتثقف وتفهم. فمن وقتها يعني تركت كل شيء، لا صلاة لا دعاء لا أي شيء. الحاجة الوحيدة نعملها يعني نمشي في
المناسبات الدينية يعني، نبارك للعائلة، نبارك للأصدقاء يعني، أما بيني وبين روحي ليس هناك دين، ليس هناك أي شيء. في مسألة الجهر، أنا الجهر بالإلحاد نتاعي، يعني أنا أجهرت بالإلحاد نتاعي يعني سنة 2012 على الفيسبوك، على الفيسبوك. أنا لما هاجرت إلى أوروبا وبعد الثورة، ما يسمى بالثورات العربية يعني، بعد 2011 هناك انفجار كبير يعني، أصبح الكل يفهم بالسياسة، الكل يفهم بالدين، الكل يفهم بأي شيء في الوطن العربي، وأصبح حقيقة أن هناك نقاش يعني بين التوانسة أنفسهم وبين الدول العربية أنفسهم يعني. فبديت نتعرف على بعض الملحدين التوانسة من الأصدقاء، وحقيقة أنه كانوا شجعان يعني، شجعان برشا يعني، هما في تونس ويكتبوا بصورهم ويكتبوا معناها على الإلحاد ويكتبوا على وينقدوا في الدين واحد. فقلت أنا نقول أنا هو الأجدر، إذا هما توا أنا عندي 10 سنين التالي يعني، 10 سنين وأنا لا أؤمن ولا، بس بيني وبين روحي، فلماذا لا أدخل هذه المعركة؟ فمن 2012 أصبح أكتب على الفيسبوك يعني أنقذ الإسلام، أنقذ. طيب بشير، يعني ليش ما لما اكتشفت مثلا أنه الدين كذبة، واكتشفت أنه دين خرافي، ليش ما فكرت، قصدي الدين الإسلامي يعني، ليش ما فكرت تعتنق ديانة أخرى يعني، مثلا تبحث بالمسيحية، تبحث بغير ديانة تعتقى يعني؟ لربما مثل ما بقولوا المسيحيين يعني لحياتك الآخرة يعني. هو سؤال جيد، بس أنا باش نعطيك حاجة بركة يعني، سوف أعطيك. إحنا صلعوم يعني، أعطانا القرآن. أكيد أكيد. يا أخي جون، يا القرآن جميل جدا وكيوت وتحفوه يعني. القرآن حدثنا عن الإسلام، وحدثنا عن المسيحية، وحدثنا عن اليهودية يعني، بدون أن أدخل في أي كتاب يعني من الأناجيل والتفسير الأناجيل في المسيحية يعني. بنظرتك للقرآن فقط تفهم المسيحية يعني. على سبيل المثال أنا نعتبر اللي خرافة محمد هي خرافة يعني، وأكيد أكبر خرافة هي الإسراء والمعراج يعني، تير على أرنب مجنحة ولا لا أدري أنا، بغلة مجنحة يعني، على حمار طائر، ولا على حمار طائر يعني. لين نجيب باش نعتنق مثلا المسيحية، مسيحية يعني يجيب شي يقول لي مثلا اليسوع ولا عيسى ولد بدون يعني من أم، يعني نفس الخرافة يعني. أنا فكيت الارتباط مع الإسلام خاطر كله خرافات، نجي في مطب آخر اللي اسمه المسيحية باش نلقى فيه نفس المطبات يعني، نفس. وإلا باش ندخل اليهودية يعني باش نلقى موسى ضرب العصا يعني بالبحر وحلوا في زوز يعني نفس الخرافات يعني. لهنا أنا حقيقة يعني أشفق على الإخوان المسلمين الذين اعتنقوا المسيحية يعني، أشفق عليهم وأشفق على الأخ رشيد بتاع الحياة يعني. صدقني عندي كلمة بهالموضوع هذا، كلهم سينكرون المسيحية يعني آجلا أم عاجلا، ورشيد أنا متأكد يعني، أنا رشيد أراه إنسان مثقف وواعي وفهمان، أنا متأكد إنه هو ملحد وليس مسيحي، ولكن تجر الرياح بما لا تشتهي السفن. يمكن ياكل في الخبز، نحن نقول ياكل في الخبز يعني، لا ادري يعني، لا ادخل في. لا انا ما قصدي ياكل بالخبز، وما هي مساله الخبز يعني، كلنا ناكل خبز وكل الناس تاكل خبز، لكن يعني في ظروف، كل انسان له ظروف يعني، نحن ما بنعرف ظروفه رجل. ممكن انسان عاقل مثل رشيد ما اظن يكون انا لا، هو مثقف يعني وكل شيء، لكن ما يثير غضبي يعني.
حين ينتقد الإسلام ويمجد المسيحية، يعني ينتقد الإسلام في الخرافات ويمجد المسيحية، عما نفس الشيء، هم عندهم خرافات، الإسلام فيه خرافات والمسيحية فيها خرافات. هذا ما أظن شوي، بس هيك في تفسيرات شوي يا أخي. يعني أظن اللي في كتير ناس علمانيين مثلا بنتقدوا المسيحي الإسلام، بيدافع أنه لأنه الإسلام إرهابي، فيه قتل فيه موت، بس المسيحية فيها خرافات حاليا في الوقت الحالي، عم بحكي ما عم بحكي على الماضي، فيها خرافات ولكن لا تؤدي للقتل، يعني ما في دمار. بهي هون الفكرة اللي عندهم، يعني أنا هذا أظن هاي نظر. انا النجم نكون معاك في الناحيه هذه، لكن اذا نرجع لتاريخ المسيحيه، يعني حرب الثلاثين عام بين البروتستانت والكاثوليك، واللي ماتوا فيها اكثر من 100 مليون، يعني شنو هذا؟ مش ارهاب يعني؟ اكيد اكيد. الحروب الصليبيه في الشرق الاوسط، يعني على جاو هما قال لك احنا جوريزا اسمه بيت لحم وكنيسه المهد وهذيك نتاعنا، يعني محاكم التفتيش. اذا اصل المسيحيه ماهيش دين نتاع قتل، يعني لماذا فلسفه التنوير ثاروا ضدها؟ في يعني من لا ادري يعني ايش باش نقول. هو نفس اما اجابات فارغه، يعني لما تسال اجابات فارغه، يعني شنو الارهاب؟ الارهاب زاد في موجود في الديانه اليهوديه، في اي ديانه موجود. هو باش نحكي لك قصه طريفه. تفضل. عندي صديقتي نمساويه، يعني هي مسيحيه كاثوليكيه، مشيت لانجلترا عندكم، تعرفت على انجليزي بروتستانتي، يعني بروتستانتي يعني متعصب، يعني لما حبوا يتزوجوا في الكنيسه البروتستانتيه، يعني القس يشترط عليها ان ترجع الى النمسا وان تذهب الى الكنيسه التي تعمدت بها وان تاخذ ورقه، وان في تلك الورقه استقاله من المسيحيه او فك ارتباط من المسيحيه، يعني تصور البيعه. يعني هي مشكلة الدين، تعرف شنو أخي جون؟ مشكلة الدين يعني هي تدخل البشر، تشد البشر وتخليه مقيد. يعني الدين الانتاغونيست نتاعو، يعني فهمت، هو فهمت ضد الحرية. بغض الطرف عن الإرهاب ولا أوكي، نجمو نحكيو على الإسلام والإسلام دين إرهابي حتى الصباح، لكن المبدأ العام أي دين يقيد حرية الإنسان. وبالنسبة لي أنا حرية الإنسان هي المقدسة، لأنك أنت بالحرية تنجم تفكر، نجم تعمل علم صحيح، نجم تعمل حاجة باهية، نجم تحب بالحرية، نجم تعمل برشا حاجات. لكن أن تبدأ مقيد بدين معين، وما ترى احنا المسلمين ما قبلناش الشيعة في بعضنا، يعني الشيعة وصلنا في حروب. السلفيين لم يقبلوا الصوفية، يعني وهذا هو أنا اللي حبيت نقوله، هي العلمانية والحرية. العلمانية والحرية لازمها أن تطبق الآن، وأن تطبق مش فقط على أساس الدولة، لكن على أساس الشعب. الشعوب وجب علمانتهم باش يعيش حياته العملية الواضحة في حياته. يعني أخير بشير، تسمع صوتي؟ نسمع صوتك. أغلب الناس ما بتعرف شو بتعني كلمة علمانية، تعتقد أنها تعني الإلحاد، يعني بصراحة في كتير ربط بين الإلحاد والعلمانية، إلغاء الأديان من المجتمع. بداية نريد أن تقدم لنا تعريف للعلمانية، شو هي العلمانية؟ شوف العلمانية كلفظ ما عندهاش تعريف، عندها عديد تعريف، يعني وكل مجموعة من الناس تعرفها حسب الأهواء نتاعها. مثلا نعطيك أنا زوز تعريفات، يعني تعريفات للمسلمين العلمانية، المسلمين كيوت اللايت، يعني شو قل لك العلمانية يا أخويا؟ هي إبعاد الدين عن الشأن الاجتماعي،
على الشأن الاجتماعي. المسلمين السلفيين أو المتعصبين ديريكت يقول هيك العلمانية هي الإلحاد هي الكفر. لكن أنا حسب رأيي يعني العلمانية هي شنو؟ العلمانية هي منظومة قوانين بشرية وضعية لإدارة الشأن العام، بعيدا عن المقدسات وبعيدا عن الدين وبعيدا عن العرف يعني وبعيدا عن العرق. يعني ببساطة كان ندخل في المفاهيم الفلسفية والمفاهيم ببساطة للناس، يعني العلمانية هي بالضبط مجموعة قوانين لإدارة الشأن العام في أي بلد ولا أي مجتمع ولا أي مجموعة. يعني وانا نتشبث بالتعريف هذا، التعريف هذا باش ما يصيرش هاللغط، باش ما يصيرش، خاطر حقيقة لما نتحدث هنا عن العلمانية واقتصاد الثورة في تونس مع بعض المتزمتين في تونس، فهمت ديريكتومون قولها لك زادة معناها ما فهمتني، لا يفكر لا شيء، علماني كافر يعني ملحد يعني يقصوا لك راسك يعني، ولا وشنو شي يقول يعني شاذ جنسيا، يعني تنجم ترقد مع امك ولا اختك يعني معناها تمارس الجنس لا يا سيدي. هاي العلمانية هي اداره الشان العام، مجموعه قوانين باش تدور الشان العام تاع المجتمع بعيدا عن الدين وبعيدا عن الاعراف وبعيدا عن العادات والتقاليد الباليه. يعني نجي انا وجون اخي جون ومجموعه من الناس نعيشوا في منزل ونعملوا قانون في المنزل هذاك. السيد جون هو اللي يطبخ، السيد بشير هو اللي ينظف، السيد فلان هو اللي يحكم، يعني نفس الشيء في المجتمع وفقط. برايك بشير يعني هلا الشيوخ ليش بتحاول تشيطن كلمه العلمانيه، تشيطن العلمانيه يعني، مع انه الشيوخ ما راح ينأذوا حتى اذا طبقت العلمانيه، ما في حدا راح ينأذى اصلا، لا الشيوخ ولا القساوسه ولا غير المتدينين من كل الديانات، ليش يحاولوا الشيوخ بالذات انه يشيطنوا العلمانيه ويخلوها مثل بعبع للمواطن المسكين يعني المستفيد الوحيد من العلمانيه؟ تفضل. بالضبط. تو الشيوخ، احنا الشيوخ هم زوز انواع. ثم شيوخ عم تاكل خبز، يعني شيوخ عم تاخذ يعني راتب بالدولار، فهمت؟ شيوخ هذو يعني من الشيخ حسين والحويني والمش عارف انا واسمائهم بشعة يعني كيف مناظرهم، هما ممولين من البترودولار من السعودية. السعودية شنو تحب؟ المذهب الوهابي، تركيز المذهب الوهابي لحماية العائلة البالكة، وجدت بك الفلوس هذيك وعملت نجوم شيوخ، الله لا تربحهم، عملت شيوخ. يعني أول حاجة اش باش يعملوا الشيوخ هذوك؟ اش يضربوا؟ خاطر هما الشيوخ جاو في وسط مجتمع عربي يعني جاهل، لا يقرأ لا يكتب لا يطلع، وفرت لهم المنابر التلفزية وفرت لهم الفلوس وتفضل. يعني اشتم العلمانية، اعطيها تفسير غلط، دمر كل شيء فيها. بطبيعة عندهم الشيوخ هذوما عندهم جمهور متاعهم، وجمهور متاعهم كبير، لأنه احنا تو كي تونس كي أي بلاد في الدول العربية يعني الجهل كبير، يعني وزيد وراثة الإسلام، فهذا جانب. وعندنا الشيوخ الأخرين اللي هما بدون قصد يعني ما همش ياخذوا في راتب، يعني دفاعا فقط على الإسلام. يعني بالنسبة لهم العلمانية هذه كلمة معناها بدعة، وكل بدعة في النار، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالضبط. يجيك يا أخوي يقولك أي حاجة تجي من العالم الغربي يعني هي فهمتني كفر،
يعني العلمانية، اللابتوب ولا التلفزة، معناها أنا مش عارف إذا هو يتكلم في التلفزة فهمتني، وفهمتني ويعمل ويحرم في التلفزة، يعني تحريم التلفزة والإذاعات المشكلة هي مش في الشيوخ، المشكلة في الشعوب، أو أنا مثلا ولا أنت، يعني نجم نكذب أي كذبة يعني فهمتني على وقتاش ننجح هنا؟ إذا لقيت جمهور يصدق الكذبة هذيك، فهمت؟ فهما الشيوخ تو هذوما ناس فهمت تدبر في تو ناس تدبر في راسها، يعني البترو دولار الدولار احكي بص السموم نتاعك، فهمت؟ انا ساعات نبدا نضحك على زغلول النجار، يا عم الراجل يفهم في كل شيء، في البيولوجيا، في الفلك، في مش موسوعه بهلول النجار وليس زغلول. خلينا نحترموه يا سيدي، ما نقولوش بقولوه باسمه. للاسف اخي بشير، يعني انا لا احترم هذا الشخص ولا كل الشيوخ، لانهم هم لا يحترمون احد، يعني فلا انا لا يعني لا احترم من لا يحترم احد، يعني كيف لا يحترم لا يحترم الفقراء اللي بصراحه يعني يتغذون من دماء الناس، هي يعني ان رزق على دم الناس، فكيف تريدنا نحترم هؤلاء المجرمين؟ بصراحة أنا ما عندي غير يعني هم حقيقة في مزبلة التاريخ، يعني في مزبلة التاريخ، يعني وخاصة هذا زغلول النجار. أنا مرة استمعت لي يحكي على بول البعير، تصور أنت يعني لا الكذب، شوف يوصل الكذب وين يوصل. شو يقول لك يا سيدي؟ قال لك والله أنا سمعت شركات في سويسرا عملت يعني أدوية فهمتني، وأدوية من أبوال البعير. يا عم الراجل، يا عم الراجل، منظمة الصحة العالمية كل عام تبعت تقرير للسعودية تنهي فيها باش ما عادش يشربوا بول بعير خاطر هو متسبب في فيروس الكورونا. ها؟ وتجي أنت يا خويا، يا خويا تحب تشرب بول بعير أشرب. ها؟ أشرب على روحك للصباح. ما تنشرهاش الحكايات هذه، لانه ثم شكون يصدق؟ ثم احنا في تونس وصلوا، تصور احنا تونس الدوله العلمانيه اللي بناها بورقيبه، ها وصلنا احنا معناها شيء بكي في تونس، وصلنا يعني معناها نلقاو معناها متاجر تبيع في الباب تاع بول، معناها بول الجمال. بالضبط، وهذا الاجرام اللي عم بحكي لك عليه، يعني هذا النوع بالضبط غير من الاجرام، يعني هي جريمه لما عم تشرب الناس الجهلة، هي شربهم شخاخ عيش السماء، بالنهاية أمراض، يعني كلها بده يصير أمراض جريمة، يعني صحيح مو بشكل إرهابي، بشكل يعني استغفالي خلينا نقول، يعني جزء من الإرهاب، يعني جزء من القتل، من جزء من هو إرهاب، إرهاب فعلي هو. أما نرجع لنفس المشكلة، يعني شوف إحنا كشعوب مسلمة القداسه نتاع الاسلام مأثرة فينا، بالرغم احنا اسلامنا وراثي، لكن هكا القداسه لما يجيك شيخ ويجيب لك حديث على بول البعير ولا بول النمل ولا بول ما الفيل ولا مش عارف انا بول الحمار الطائر، يعني على طول الناس تصدق، وعندهم كلمه يقول لك الشفاء من عند الله وانه والمعجزه يعني وكل الحكايات هذه. فجماعة هذوما يغتنموا فرص هذه، معناها الفرص هذه فرص الجهل عند الناس، ويخرج له حديث ويجيب له مزين ويحكي له حكايه انه بينما كان رسول الله جالس على خيمته اذ بدرش فلان جاه فاعطاه مانيش عارف انا جمل فما اخرج قضيب الجمل فمصر، يعني قمة فكان مريضا فشفي بحمد الله ولا ادري ماذا، فهمت؟ والناس تصدق، يعني حاجات فهمت. لان حقيقه نحن الان نضحك، ها لكن صدقناها لما كنا مسلمين. انا باش نحكي لك حاجه، انا وصلت حتى وليت نبكي، تذكرش في رمضان نفتحوا التلفزه ونتفرجوا في
صلاة التراويح من المسجد الحرام، يعني كل حاجة الكبيرة في المسجد الحرام، ويجي السديسي ويبدأ يدعي: اللهم دمر الكفار، اللهم رمل نسائهم، اللهم يا اللهم دمرهم. واحنا نبدو فهمتني امين ونبكوا. انا وقت نتذكر الواحد هذا، اول حاجه نضحك على روحي، ها، ونضحك على المسلمين، ونضحك على بابا اللي مزال لتوا معناها، واللي دفع 5000 اورو باش مشى يبوس في الحجر الاسود يعني في الحج. لكن في نفس الوقت نقول اغزل شو، شنو اللي خلينا احنا هكا؟ فهذا يعني هما استغلالهم للجهل. وعليه تشوف الشيوخ هذوما، الشيوخ هذوما الكلاب اللي ما يصلحوش، باش نجم تحاربهم بالعلم، بالتثقيف، نشر المعلومة الصحيحة، نشر الثقافة، نشر يعني كل ما تنتج بشر أو ثلاثة أو أربعة من الناس مثقفين، أنت سوف تفضحهم وسوف تكون ضد لهم وسوف تكون العدو اللدود لهم. لأنهم هم يعني نفس هم كما المرض، الفيروس، الفيروس وين ينتشر؟ في البدن الضعيف ينتشر الفيروس. هذوما كيف كيف هم انتشروا في مجتمع جاهل، مجتمع لا يقرأ، مجتمع لا فقط بالتواتر يعني مورث له. فأنا فمثلا أنا أخي جون دليل علاش أنا حكيت العلمانية يعني والتعليم والثقافة أمر مهم جدا. احنا جربنا في تونس مع بورقيبة التعليم ونمط نتاع حياة مع بورقيبة في بعد الاستقلال في تونس، انشر المدارس في تونس وخذ الكتاب نتاع طاهر الحداد، نعرفش كان تسمع بيه طاهر الحداد، هو كاتب تونسي يعني. الكتاب نتاعو هذا طاهر الحداد اسمه امرأتنا في الشريعة والمجتمع، الكتاب نتاعو في تلخيص يعني هو حب يخرج المرأة من نكلة التخلف. قال المرأة يلزمها فهمتني ما يلزمش يكون تعدد زوجات، يلزم المرأة تعمل الرياضة، يلزم المرأة تتساوى في الميراث. فالكاتب هذا حكموا عليه في جامعة الزيتونة أنه كفروه مسكين يعني، حتى الوقت مات الجنازة متاعه حضروا فيها 7 من الناس. لا علينا، كي جاب بورقيبة خذ الكتاب هذا وعملوا قانون في تونس. وحقيقة نحمد الله على القانون هذاك، لأن احنا في تونس كعمل القانون بتاع تنظيم الحياة العائلية في تونس يعني من تحديد نسل، من تجريم تعدد الزوجات، من فهمتني، ربحنا برشا حاجات في تونس. شنو ربحنا احنا في تونس؟ ربحنا انه كان عدد السكان متاعنا 4 ملايين سنة 56، الآن 10 ملايين. المغرب عام 56 3 ملايين، تو 33 مليون. يعني ربحنا أكل الإنسان العائلة وقت تجيب جوج صغار في الدار، نجم أخويا تقريهم، توكلهم، تشربهم، تدرسهم مليح، تعمل لهم صحة باهية. أما أنت كي يصير لك انفجار ديموغرافي كما صار في مصر ولا المغرب، يعني مصر تو حقيقة كارثة يعني، أطفال شوارع في الواحد. فنحن بورقيبة عمل حاجة كبيرة فهمتني في تونس، فهمتني، على الرغم يعني من فقر الدولة التونسية معناها البلاد التونسية، إلا أنه معناها نظم حاجات. مشكلتنا إحنا في تونس كيف جاء بن علي الدكتاتور الغير مثقف. بن علي دمر الثقافة ودمر التعليم مع 2001 صارتك الهجمة متاع القنوات التلفزية ذيك، القنوات الوهابية. كسرتك الهجمة هذيك مع أنه الشباب مش متعلم. بعد الثورة ولينا نصدر في الإرهابيين لسوريا، يعني تونس ثور تونس يعني أبناء بورقيبة سليلتك فهمتني، تونسك الدولة الباهية المزيانة ولت تصور ولت نمبر وان يعني فهمتني في تصدير الإرهابيين، تدمير العالم. وذيك وعليش احنا بن علي احنا دمرنا تدمير
تدمير للثقافة، تدمير للتعليم، تدمير لكل شيء. وقت يحب يعمل فك الارتباط ما نجمش. طيب طيب أخيرا شيء، أنا بس بدي أنوه لأصدقائنا الكرام، أنا راح أفتح السكايب في ربع ساعة، أكيد راح أفتح السكايب مشان مداخلاتكم وأسئلتكم وأيضا تعليقاتكم كمان، وأتمنى من الأصدقاء تعليقاتكم والأسئلة كمان. طيب أخي بشير، يعني هل تعتقد أن العلمانية مصير حتمي لكل الشعوب العالم؟ وما هي الطريقة المثلى التي سترتقي بنا نحو مجتمع علماني بأسرع وقت؟ تفضل. شوف، هي العلمانية مصير حتمي حتمي. العلمانية هي شنو؟ هو منتوج بشري، كما الدين منتوج بشري. مع التطور، مع وصلنا للعالم الأوروبي والعالم الغربي، وصل للعلمانية باش ينظم أمور المجتمع. يعني الدول العربية ولا الواحد، التغيير جاي هجي. العلمانية معناها باش تجيهم، باش تجيهم ومش باش يهربوا منها. بون اوكي، احنا توجيت لكن بشكل بطيء، لان ثم مقاومة كبيرة من الرجعيين، لكن هي امر حتمي. يعني كيف الهند كي دخلوا العلمانية، يعني هكا فيها ألف ألف إله الهند، لكن ثم نظام معين علماني ينتج نظام علماني. ليش هو أمر حتمي برأيك؟ ليش هو أمر حتمي؟ شوف، لأنه التطور يفرض. يعني أش نعطيك مثال، الدول العربية اللي كانت ديكتاتورية كانت تنتج في إعلام واحد، يعني التلفزة الوطنية السورية ولا التلفزة التونسية، يعني تسمع كان الأخبار اللي يعطيها لك الحاكم بتاعك. مع تطور العلوم، الفضائيات التلفزية، الإنترنت، وجبت أنه المواطن باش يسمع غير ما يعطوه له في بلاده. نفس الشيء العلمانية. يعني شنو، احنا باش تجينا بشكل بطيء، لكن في يوم من الأيام كن متأكد أنها ستفرض نفسها بنفسها وبالقوة في ذلك المجتمع. هم فقط الشيوخ والإسلاميين والأزهر والزيتونة فقط، عرفت شنو؟ احنا نقولوا رقصة الـ، لا أدري ماذا، رقصة الـ، لا، رقصة الدجاج المذبوح، يعني آخر عرق قاعد يقاوم لكن ما عادش ينجم. يعني وخاصة مع الانفجار الحادي اللي صاير في الدول العربية، يعني يعطيكم الصحة أنت والأخ إسماعيل والأخ دانيال، يعني مع الشيء هذا ما عادش باش ينجموا يعملوا حتى شيء. أوكي، هي قاعدة تو صايرة ببطء، لأنه مازال الشاب العربي مازال ماهوش يحب، ما يحبش يبحث، ما يحبش يقرا، ما يحبش يثقف. اما اللجوء، حتى هما الشباب يحسوا انهم مظلومين بالاسلام، لكن فك الارتباط القدسي هذاك مازال عندهم، مازال عندهم، لكن جايتهم يعني، فهمتني؟ لا مفر بالنسبه لي، لا مفر. يعني حتى لو كان ترجع للتاريخ تو الاوروبي انجو العلمانيه، ولما حبوا ينفذوها صارت يعني حروب، وصارت في ثوراتهم، يعني الثوره الفرنسيه والانجليزيه، وصارت دماء، ولكن في الاخر ربحت العلمانيه. طيب. ربحت العلمانيه وربح الدين، زوز ربح. بشير، يعني شو هي اسباب تخلف المجتمعات العربيه؟ يعني ليش نحن متخلفين؟ الاسلام، في كلمه، الاسلام بكل تأكيد. أنا يعني كنت أستغرب لو جاوبني غير هالسؤال هذا إسلام، جاوبني غير هالجواب هذا. يعني هل تعتبر الدين علم تجريبي يمكننا اختبار مدى فعاليته وتدريسه للطلاب كعلم موثوق مثلا؟ يعني لا، هو أكبر جريمة أنك تدرس الدين للطلب، وخاصة يعني الطلبة بتاع ابتدائي وثانوي، يعني يمكن تدرسوا في الجامعة على أساس تاريخ أو ثقافة، أما كدرس وكمنهج
كما اللي صاير توا في الدول العربية الكل جريمة. ليش هو جريمة انه تدرس الدين في المدارس؟ ليش جريمة؟ لأنك تدرس في حاجة الطفل، شوف الطفل وقت يتولد بالفطرة هو يؤمن كل حاجة يشوفها أمامه، معناها بعينيه المجرد، خاطر العقل نتاعو مازال ما اكتملش. فما انت الوقت اللي تجي تقول له ثم ربي راه في السماء يشوف فيك، وعندك زوز ملائكه، فهمتني، واحده على اليمين واحده على اليسار، وكي تدخل التواليت راه يلزمك تسكت ولا متخمم في شيء، خاطر ما ينجموش يدخلوا معاك. يعني تعمل له دربكه في مخه، عباره تشد له مخه كي، وتعمل فيه ماتش كوره، يعني تكور له في مخه. هذه حاجه. احنا مثلا بارك الله في الاسلام، يعني عن شيخات يعني واساطير. تجي انت الطفل صغير تقول له ربي باش يعاقبك بالنار كنت تكذب، ثم جن وثم نار ثم عذاب قبر، ثم يعني دمر له مخه وهو طفل صغير، يعني العقل نتاعه. واكيد انت التجربه تعديت بها في الصغر نتاعك، وين زاده وجعتني برشا. يعني تصور ديما تخمم في الاله هذايا، الاله الزومبي هذايا، فهمتني، اذا كان ما تعملش هكا راه باش يحرقك، اذا كان فهمتني تقولش عليه يستنى فيك في الدوره، يعني فهمتني. ما وهذه هي اكبر جريمه، فهمتني. علاش وعلاش تو احنا تو هوني في النمسا الدين لا يدرس يعني كماده فقط، هو الدين في يجي القسيس يوم في الاسبوع، ان معناها برضاء الوالدين. كان الوالدين معناها ملحدين، فهمتني، ما يمشيش يقرا الصغير، لكن ماهيش معناها ماده ملزمه. في سن ال 16 يظهر لي، في سن ال 16 اذا حب يعمل معناها يعمل دراسات على علم اللاهوت ويقرا ويحكي نجد، فهمتني. اما ك صغار يعني في الابتدائية واحد ممنوع عندهم، في ليس موجود إلا في مجتمعاتنا. اللي احنا مجتمعاتنا حتى في قبل المدرسة الكتاتيب الكتاب لا أدري، يعني الكتاب فهمتني يمشي يهزوك يقول لك لا، إذا كنت تمشي تقرأ في الكتاب تطلع ذكي، خاطر باش تعلم اللغة العربية الفصحى نتاع القرآن. يا وسيدي أنا قرينا القرآن وطلعنا فهمتني ما نفهموا شيء، إيش عملنا؟ وهذه حقيقة أكبر جريمة، أكبر جريمة أنك تدرس الدين تدرس الدين للأطفال. جريمة كبرى حقيقة. عندي هون في تعليق أظن أخي بشير، بس لا يطلع. في شخص عم ابو الليل قال والله انا اشفق عليكم نصيحه لا تخسرون الدنيا والاخره. يعني صراحه انا 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 بدي بس اعلق شوي، راح اعطيك التعليق بشير. يعني سيد ابو الليل، يا ليلي يا عين، يعني كيف بدنا نخسر الاخره ونبيك جاي على حمار طائر؟ كيف بدنا نخسر الاخره انت عم تقول لي انه الجمل بتطلع من صخره؟ بعمرك شفت الجمل بيطلع من صخره؟ ولا في عقل بني ادم ممكن انسان يعتقد انه جمل تطلع من صخره؟ ولا الهك السادي هذا اللي ان لم تعبدني احرقك؟ يعني اعطيني عقلك وقول لي كيف يعني بول البعير بينفع لكل الامراض. يعني كان سويسرا واوروبا وامريكا والعالم كله بطلوا الابحاث وجابوا لهم كم جمل مثل ما عم سووا عربانك في كل العالم، هاي بحطوا الطاقه تحت شخاخ الجمل ويشربوه، كان خلصت. لا بدنا يعني لا بدنا ابحاث للسرطان ولا لغير السرطان ولا يعني اعطيني عقلك شوي، شلون الحمار بطير؟ فاعطيني صوره، فرجيني انه الحمار بطير جاي عم تشفق عليكم. اي شفقه انت مخك. انا اخوي جون نحب نقول له كلمه بركه، ها
خويا مبروك عليك الآخرة، ها؟ أنا نحب نعيش الدنيا متاعي، عم تفهم؟ أنا نحب نعيش الدنيا متاعي بمخي، وأنت يا أخ أبو لي مبروك عليك الدنيا والآخرة، ومبروك عليك القرآن، ومبروك عليك الصخرة، ومبروك عليك الحمار الطائر، يعني سلامات لك، أما أنا نحب نعيش حياتي عادية. أنا عندي فترة معينة في حياتي أريد أن أعيشها كما أنا، يعني لا أساطير، ولا أعيشها كما أفكر وبكيفي أعيشها، لا سلطة الدين ولا سلطة أي صوت. بس بشير عم بيقول لي انه الحمار بطير بس ما بيعلي. بالضبط. ليه انا حقيقة بالتعليقات هذه يعني في واحد تؤيد الجرائم اللي عم بتصير هلا اللي نبي الاسلام سواه وهلا عم بيكرروها، يعني هالجرائم الذبح والقتل، وعاجبتك كثير مع هيك، وعاجبتك التخلف الموجود انت فيه وموجود أهلنا كله موجودين فيه، يعني عيب أصلاً. فكروا ليش نحن عم بهالتخلف هذا وهالانحطاط هذا، لو مو تشفق علينا. بالضبط. خلينا نرجع تعليق ثاني. تفضل. في الأخ رياض عم بقول الأخ بشير يسرنا أن نشاهد مثقفا تونسيا بعد أن شاهدنا الكثير من التوانسة في داعش بين قتيل وأسير في سوريا والعراق. يعني وبالفعل أنا كمان يعني أضم صوتي لصوت الأخ رياض، وأنا كثير سعيد فيك أخي بشير. في الأخ سالمنهاتن بيقول المهم هو ترك الإسلام والخلاص من الظلام والجهل، دعهم يذهبون للمسيحية كخطوة أولى، ثم دعهم يقررون ما يشاءون. المشكلة هي وجود الإسلام، إرهاب ورفض الإسلام للآخر. الأديان الأخرى تطورت ووصلت إلى مرحلة مقبولة في التعايش مع الآخرين. الأخ رشيد رجل محترم، أكيد وأنا أضم صوتي إلى صوتك رجل محترم، يبشر بالخير والسلام والمحبة. مشكلتنا هي في الإسلام، ويجب طرحه وإسقاط تعاليمه. أنا بأيدك أخ سالمان هاتم بكل كلمة قلتها. أنا نفسي بأيد زاد، أنا بدي حتى مع الإسلام كدين، يعني ما عنديش معاه مشكلة مع الإسلام كدين، يعني نجم تكون تصلي تصوم، يعني أما وقتاش صارت تصير المشكلة معايا في الإسلام؟ وقت الإسلام يبدأ يتسلط على الإنسان، هذيك وين تبدأ المشكلة. أنا مثلا والدتي ما هي عمرها كل تصلي، يعني باش أذتني والدتي ولا والدي. طيب أخي بشير، هل تعتبر الدين عفوا هذا السؤال سألتك إياه، طيب كيف شو اللي راح تقدمه العلمانية للمجتمعات الإسلامية إذا صار في علمانية بهالمجتمعات؟ إذا صارت علمانية أول ممكن تقدمها، تفضل. أول هدية تقدمها هي تقدمها للإسلام، أن تعيد الإسلام إلى جوهره، وهو في المسجد وفي إيمان البشر بإلهه فقط. وحقيقة يعني العلمانية باش تكرم الدين، باش تكرموا الدين تكريم، يعني وترجعوا المكان، ومكانه في المسجد مكانه يعني بين الإله والفرد، هذه أول حاجة. ثاني حاجة العلمانية باش تقدم مجتمع جديد، مجتمع يخمم يفكر ينتج يبدع، مجتمع قادر باش يصنع المستقبل. احنا لو تشوف المجتمعات العربية، يعني مجتمعات مستهلكة فقط، تستهلك. احنا تو انت في منزلك مثلا، ولا انا في منزلي، يعني كان تشوف الأجهزة متاعك، يعني من توشيبا ولا أدري أنا، من كلها فهمتني إنتاج الغرب الكافر. ماذا أنتجنا نحن؟ معناها إحنا كمسلمين ماذا أنتجنا؟ فقط الإرهاب أنتجنا، وبول البعير
بالضبط. انتجنا الارهاب وانتجنا العنف للعالم يعني، وانتجنا حاجه اخرى زيادة، احترم معتقداتي، احترم قلبي ضعيف. يعني انا في رمضان كي خاطر هو صايم انا يلزمني معناها لا نتكيف لا ناكل لا شيء، باش نحترم سي المسلم، احترم مشاعري. شو هالمشاعر؟ احترم مشاعري. مشاعر إرهابي، مشاعر رقيقة. يعني الشيخ عزام الفلسطيني بيطلع على التلفزيونات ويتبجح يقول نحن إرهابيين ودون ديننا دين الإرهاب، ويفتخر بالإرهابي يعني للأسف الشديد. وبعدين بالنهاية احترم مشاعري، احترم يعني في حدا مجرم عنده مشاعر أصلا يعني للأسف الشديد. سميها قلة، تعرف قلة التربية ورقعة باللغة التونسية، يمكن برشا توانسة يفهموها الكلمة هذه، الرقعة يعني إنسان ما يختشيش يعني، يعني تتصدر في الإرهاب، تقتل، تعمل، كيفاش باش نحترمك أنا؟ كيفاش باش نحترمك أنا؟ فهمت كيف؟ أعطيني هو صار هو الاحترام، صار هو معناه أنت كي تصوم أنا معناه ما نبينش باش ناكل اللي قدامك، يا سيدي باهي أوكي، ما نجم نحترمك، خويا أنت احترم معتقداتي زاد، احترمني كأنا غير مؤمن، احترم غيرك المسيحي ولا غيرك اليهودي ولا فهمت. إحنا وحلونا في مشكلة توا عندها 100 سنة وماهيش باش تحل بين الفلسطينيين واليهود. يا خويا تفهموا واعملوا دولة واحدة وعيشوا وكاية فهمتني، ويهودي وفلسطيني وفهمتني وسيبونا مع الحكاية هذه. واحنا كل مرة فهمتني، احنا صدقنا كل مرة يخرجوا خبر في فلسطين فهمتني، فلسطيني ضرب اسرائيلي بسكينه، يخرجوك جماعه الاسلام الله اكبر اللهم انصر فلسطين الله نعم لبعد فلسطين واسرائيل. مسيبونا، خلينا نعيشوا، يزي من الحروب، يزي من القتل، يزي من الارهاب، عيشوا. انت عندك 60 سنه ولا 70 سنه في حياتك عيشها، فاش قامت تمشي تفجر روحك ولا تمشي علاش؟ عيش حياتك شيخة فهمتني، تفرهد بحياتك. للأسف الشديد الفكر الغيبي هذا ذبح العالم. عنا اتصال من الأخ سلمان هادي. مرحبا. ألو. مرحبا. أهلا وسهلا. أنا أولا أحب أن أشد على يدك على جهودك الجبارة. تسلم حبيبي، تسلم. متأكد أن التاريخ سيسجل اسمك في لوحة بيضاء. شكرا. وأنا بصراحة يعني أنا كثير علي، أنا لست بالمستوى حتى يتسجل اسمي التاريخ، لا ما أظن يعني. وحتى إذا سجل في يوم من الأيام أكون ممنون يعني، أكيد لكم ولتشجيعكم. أنا أعتقد أنت مسجل، أنت والأخ إسماعيل خلدون وكل شبابنا المخلصين الأحرار. حتى لو كنا في بلاد الغرب مشاعرنا وإخلاصنا لبلداننا وشعوبنا البائسة تخلينا نظل يعني مشغولين في مساعدتهم في الخلاص من من من, من شيوخ الجهل. أكيد. أحب أن أنوه لكلام أخونا بشير، أنا أحب أن أضيف نقطة هنا. المشكلة الرئيسية في الشرق الأوسط هو الإسلام، الإسلام وشيوخ الظلام المشكلة الرئيسية، أينما المهم أن يتركوا الإسلام يذهبوا للمسيحية اليهودية الهندوسية هذا ليس شأننا، المهم هو إسقاط الإسلام وخلاص شعوبنا من هذه الكارثة. كل تأكيد أخي سلمان هادم، بكل تأكيد. يعني الإسلام منتهي في حكم المنتهي، لأنه الإرهاب لا يواتي العصر هذا، والإرهاب لن يبقى. يعني الإرهاب مهما كنت قوي، مهما كنت معك فلوس ولا شيء، بما أنك إرهابي يعني لن تخيف العالم، حتى لو بعنا اللي فوقنا واللي تحتنا وجعنا ومشينا حفايا راح نوقف في وجه الإرهاب، وأكيد الإرهاب يعني لن يستمر نهائيا.
أكيد، وأحب أرسل يعني أوجه كلمة شكر وامتنان للأخ رشيد، لأنه عم يوجه العالم الشباب الضائع المسلم للخلاص كمرحلة أولى، أما أينما يذهبوا فهم أحرار. أنا نحب نشكرك أخ رياض، يعني شكر شكر كبير، وأكيد مثلا فما أنت خويا رياض وخويا جون وخويا إسماعيل، فهمتني، مادام فما المجموعة هذه بتاع الناس أكيد المستقبل الباهي راهو في المجتمعات العربية والإسلام. هاتن اللي عم بحكي ما هو رياض، أخ سلمان هاتن هو اللي عم بحكي. آه فهمتك. والإسلام بشي راهو اسمع باش يجي نهار ويمشي الجحر نتاعو راهو، فهمتني، خاطر اصبح الاسلام اصبح عبء كبير، عبء كبير على البشريه، مش على المسلمين بركة، حتى على البشريه. Also ممكن اضيف نقطه لاخواننا المسلمين يسمعون، ممكن اضيف نقطه؟ تفضل تفضل. اوجه كلمه لكل ابناء الشرق الاوسط، رجاء انظروا الى بلدانكم والانحطاط الذي وصلتم اليه، بنفس الوقت انظروا الى الاخرين، البلدان الاخرى، بلدان الكفر والضلاله على ما تسموهم اولاد القرده والخنازير، انظروا الى اسرائيل 60 سنه، بلد عمره 60 سنه انطلق الى اعنان السماء وانتم في الحضيض، انظروا الى تعاليم محمد، ماذا اتى بكم هذا القتل؟ ولا يهمك ولا يهمك، خذ راحتك. انظروا قارنوا بلدانكم بالبلدان الاخرى، اذا كان هذا اوكي معاكم فانتم يعني تستحقون الحمار الطائر والبعير المجوف. يعني اليابان وثني كانه قاره اخرى او كوكب اخر. انظروا للبلدان، امريكا اقل من 400 سنه عمر البلد باكمل، اين تراثكم؟ ابناء مصر الفراعنه، لو كان الفراعنه يصرخون الان، اين حمورابي؟ زنوبيا، الاسلام دحض كل هذا التراث والحضارات المجيده بتعاليم تافهه، تعاليم بدويه جرتكم الى الحضيض. انا متاكد بعد انتهاء البترو دولار، بعد انتهاء النقود القذره، نقود السعوديه وقطر، سيضمحل الاسلام ويرجع للبداوه وبول البعير. شكرا، اسف اذا طولت عليكم. ولا يهمك، شكرا، ولا يهمك على اتصالك، و بتمنى مشاركتك على طول يعني معنا. صراحة أنت أغنيت الحلقة يعني بطرحك كمان، تفضل. Thank you حبيبي. Just يؤسفني ما يمر به شعوبنا، يؤسفني. أكيد أكيد، كل يؤسفنا كلنا بصراحة، لأنه نحن دفعنا الثمن، نحن خصوصاً الجيل هذا، يعني شفنا المشردين، شفنا المهاجرين، شفنا يعني للاسف الشديد والحروب اللي عم نشوفها قدام عيننا كله من وراء الاسلام، هذا شيعي وهذا سني وهذا علوي وهذا بطيخي وهذا درزي وهذا للاسف الشديد. هذه تعاليم محمد، هو الذي قال ستنقسم امتي الى 72 فرقه. اي نبي هذا ياتي برساله وهو اوريدي يعني مسبقا يعرف انهم سيتخاصمون؟ نبي الشيطان للاسف، رسول الشيطان هو. صحيح تماما يا سيد الفاضل، انا اسف بامكاني ان ابقى او انسحب. تحياتي للاخ بشير، فعلا كنت يعني صابر خيبه امل كبيره لما شفت كثير من الشباب المغرب اسف مش العربي. انا حابب اساله سؤال الى 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 داعش، فانا الان يعني فرح بالشكل بانه في شاب تونسي يتخلص من الإسلام ومن تعاليمه المقرفة.
يخليك صديقي. انا حابب نسالك سؤال، انت تطبع في الحلقه، يعني انا لغتي التونسيه يعني ممكن مش ما حبيت نسالك، يعني لو فهمت يعني كلامي الكل يعني في ال تفضل. لا هو عم يسألك انه كان كلامه مفهوم لما اتبعته مفهوم، خاطر احنا اللهجه التونسيه صعبه شوي يعني. مفهوم جدا حبيبي. يعيشك يعيشك. التونسيه كان انا رحت على قناه صينيه. شكرا كثير لك اخي ساز، شكرا كثير وشكرا لاتصالك. شكرا لك. هو صديقنا المتصل الان اثار انتباهي الى شيء اخي جون، اللي هو شوف الاسلام ماذا فعل لما خرج من الجزيره العربيه، كم من حضاره دمرها، دمر الحضاره العراقيه والحضاره الشاميه والحضاره الفرعونيه والحضاره الامازيغيه، والحمد لله انه وقف في الاندلس وطرد من الاندلس، يعني كالكلب كيف الكلب. تصور انت لو كان انتشر معناها في اوروبا، يا تصور كان مازال منتشر في اوروبا يعني من الاندلس لفرنسا لانجلترا، يعني العالم سينتهي في ذلك الوقت، لن نجد اللابتوب ولن نجد السياره ولن، الحمد لله انه قضي عليه في الاندلس يعني. طب حقيقه الله على بول على بول البعير والجمال ماشي بالشوارع وهالقصص طيب خلينا ننتقل لسؤال ثاني يا اخي مشي. برايك شو هو مستقبل الملحدين في الشرق الاوسط، الحركه اللي صايره هلا يعني عم نشوفها انا وانت وغيرنا الشباب المنتفض؟ هو ما اشوف صحيح البدايات البدايه، احنا تو في البدايه واكيد كل بدايه صعبه ومشوار 1000 ميل يبدا بخطوه يعني، لكن كل متاكد المستقبل سوف يكون باش يكون به. علاش؟ احنا خاطر نملك جينا في عصر الانترنت، الانترنت غصبا عنك باش توصل لك المعلومه. لو كان مسلم، لو كان مسلم باش ترفض اليوم المعلومه، غدوه باش تعاود تسمعها، بعد غدا باش تستسيخها، يعني بعد 4 ايام تولي تخمم، يعني بعد اسبوع احتمال تقتنع، بعد 10 ايام تولي تناقش. وباش نعطيك مثال، تو انت مثلا على صفحتك على الفيسبوك ولا على تجد برشا مسلمين يسبوك، يعني يشتموا فيك، يا ابن الزانيه يا ابن انا ما نحبش نقول كلام بشع يعني في احترام لكم، فما برشا بناتي يسمعوا فينا يعني، لكن شيئا فشيئا يتبع الكتابات نتاعك ويبدا يناقش فيك وتبداو تتناقش، وفي الاخر ممكن حتى هو ما يوليش ملحد، لكن يقبلك ويقبل الفكره نتاعك. فانا ديما نقول المستقبل معناها المستقبل مشرق، اوكي كما العلمانيه في الدول العربيه كما في الالحاد. وعلى فكره انا واحد من الناس اخر الشغل نتاعي هو نشر الالحاد، خاطر هذه بالنسبه لي انا هي قناعات شخصيه. انت مؤمن مسيحي ولا انت مؤمن مسلم ولا ملحد، مشكلتي مش نشر الالحاد، هي مشكلتي هي نشر الحريه، حريه الفكر. نجم تكون مسلم ما يقلقنيش يعني، ما تكون مسلم على روحك، اما على الاقل تكون حر في التفكير. فلذلك صراحة اخي بشير يعني كلامك منطقي مليون بالمية، يعني انت واحد مثل من هالامثلة، يعني قبل 10 سنين كنت مؤمن بالضبط، بفضل الانترنت يعني تدرجت صرت ملحد، وكثير من الاصدقاء يعني اصدقاء لا تعد ولا تحصى يعني كانوا مؤمنين قبل 10 سنين وحاليا هم من كبار الملحدين مثل ما بقولوا، وبنشوف نحن يعني على الفيسبوك والنقاشات هي شفنا كثير، اول ما بدخل مسلم بصير بسبسب، يعني اول شيء بصير بسبسب بالضبط، ما بيعرف كلمه وسخه الا ما بتطلع من كل شيء متوارثه من الدين القذر هذا بيجي بفرغه علينا.
بعد شهر بتلاقي مثل الاخ ابو الليل صار يقول اشفق عليكم واشفق عليكم، بالضبط. بعدين بيهدي العيار بصير مفكر شوي، بعدين بيفكر مزبوط يعني صحيح. شلون احنا بنشرب بول بعير يعني؟ شلون بنشرب شخاخ يعني؟ بالضبط. الانسان هو طبيعته مفكر، الانسان طبيعته عاقل مفكر، لذلك الانترنت له دور الاساسي في تغيير هالمجتمعات كلها. انا مره واحد مسلم سالني قال لي انت علاش ملحد وكيفاش الحدته؟ قلت له باش نجاوبك. قلت له شوف، في الاسلام مساله انت باش تحرق بالنار مساله فظيعه يعني. يعني تتصور ادم مش بالسهل يعني باش نخرج من الاسلام، ها باش نخرج من الاسلام اللي هو اللي ملحد، مش حاجه سهله. خاطر اكدت اللي ما عادش فما نار. قلت له انت تو مسلم، مسلم خاطر خايف من عقاب النار. قلت له نعرف ان عقاب النار يعني انت كان تحرق روحك فقط يعني بمجرد سيجاره يعني تقعد تتالم من نهار كامل. ما بالك معناها في الاسلام يقول لك سيخلدون في النار، فهمتني، ويموت ويعاود يحييهم يعني فهمتني، ويشي ويبدا يشوي فيهم. قلت ماهيش بالسهل باش انسان فهمتني يفكك الارتباط ماك العقاب هذاك. وانا واحد من الناس مثلا كان جيت مقتنع اللي فما جنه يعني، ها كان جيت مقتنع يعني جاني الرب وراني قاضي راهو فما جنه، فهمت. قلت له تعرف نبدا نرك عليها من الصباح لليل وندعي صباح المساء ويوم الاحد. اما قلت له صحيح فكيت ما عادش قناعاتي في عقلي فهمت اللي لا ثم لا جنه لا نار لا اله. هذاك علاش وليت ملحد. قلت خمم هكا انت، خمم معناها نحي القدوسيه نتاع الاسلام والقدوسيه نتاع القران، اقرا القران واقرا الاحاديث واخضعهم للعقل. كان لقيت تفكير يعني تقام في منهج عقلي واحد اوكي ما لقيتهمش، اخرج منه هدي راه باش يوجع لك مخك، وانت زاد باش تنتج نهار اخر. قلت له باش تعرس بمراه وباش تجيب صغار باش تظلمهم فهمتني بالدين بتاعك. هو الاخ بشير لما بقول تعرس بمراه يعني تتزوج يعني، بس هون في الشرقيين بفهموها بشكل يعني هو تعرس يعني انه تتزوج بامراه. بالتونسي تتزوج بامراه يعني هي من العرس. هي اخي بتقيم حمله اجهر حملتنا نحن انا وانت والشباب اللي طلعوا بالبرنامج وصفحتنا الاشهر والحاضر؟ تفضل. انا نجم نصنفك من الانسان الدغري يعني في برنامجك جبت لهم من الاخر يعني جيت من فهمتني. ها هاي اخوي تفضل اجهر يعني يقول لا احترمت يعني المسلمين ولا شيء ديريكت يعني كنت واضح في برنامج. وهذه حاجه باهيه، حاجه باهيه علاش؟ لانك كسرت جدار الصمت وجدار الخوف وفتحت بيبان للناس. ها الناس باش تخرج باش تعبر على الاقل. ما نجمتش تعبر في المجتمعات نتاعها ولا الاوساط نتاعها، انت حليت لهم باب وعبروا، وهذه حاجه باهيه. حاجه ثانيه انك جمعت جنسيات مختلفه يعني العراقي السوري التونسي واصبحت كوليكت واصبحت نقاشات واثراء. ثالث حاجه انت معناها من رواك ما اخ المتصل من امريكا من منهاتن فهمتني قال لك انت سوف يكتب اسمك في التاريخ. حقيقه يعني انت من رواد تتسمى رواد، كما نقولوا احنا رواد الاصلاح. انت من رواد الالحاد اللي حليت يا بيت. انا بستنى اكون من رواد الالحاد بس ما اعتقد يعني ما اعتقد. لا اكيد اكيد هي مش الحكايه راهو بالانتاج والا بال، لا هي بالفكره. ساعات تكون الفكره تكون الفكره هي المعزه.
ونشكرك برشا، ونشكر انا خاصه الملحدين زاد في مصر، الاخ اسماعيل واحمد حرقان، لانه باش تكون ملحد وتشهر بالالحاد نتاعك في بلاد كيف مصر ماهيش حاجه سهله. انا مشيت لمصر 3 مرات كسائح، وريت والشعب المصري يعني متزمت اكثر من الشعب التونسي، يعني ما يقبلوش الاختلاف، ومعني حقيقه كانوا معناها شجعان معناها فعلا. هم الابطال يعني، هم الابطال، هم اللي بارض المعركه اجهروا، وقالوا نحن ملحدين، هم الرواد، هم اللي بكل معنى الكلمه الرواد والشجعان اللي يخلوا الناس تحكي يعني. بالضبط. وانا نحب نقول كلمه اخرى بالنسبه للملحدين السعوديين، الاخوه السعوديين الملحدين، خوف عليهم يعني، اللي ملحد يخبي في قلبه يعني، وهو عايش في السعوديه ما يتكلمش، لانه في السعوديه يعني الالحاد يعني قطع الراس، الاجهار هو في السعوديه، هو مش الاجهار بالالحاد، هو الاجهار بالعلمانيه فقط، تقول انا ليبرالي ولا يقطعوا لك راسك يعني. فنقول له الملحد السعودي خبيها لين تخرج من السعوديه وتكلم، لانه حقيقه عندي هون تعليق جاء من الأخ جون الفلسطيني. أنا آسف لم أتابع الحلقة منذ البداية، ولكن موضوع الحلقة مهم جدا، تعلمنت الدولة فسوف تتطور الدول العربية وسوف تسابق دول العالم في التطور العلمي والإنساني. كل حضارة بس فيك التعليق تاني كمان لجون نفسه، كل الحضارة الإنسانية الرائعة التي أنتجت لنا كل المنتجات الحديثة من سيارات وطائرات وكمبيوترات وكل شيء، سببها 500 عام من العلمانية في أوروبا وفصل الدين عن الدولة. بصراحة هذا يعني مثل ما بقولوا عين العقل اللي حكى الأخ جون. كلام سليم جدا، سليم. طيب بشير، يعني نحن وصلنا لاخر الحلقه، شو كلمه اخيره بتحب تقولها للناس؟ تفضل. نحب للناس تبعوا المعلومه، اقراوا ادرسوا، يعني المطالعه ولا الثقافه ماهيش سم. وحق يا سيدي، انت عندك ثقافة إسلامية عربية، إيه ميسالش، حاول باش تتفرج باش تقرا الثقافة الغربية، ميسالش، ما هيش سم باش تقتلك، اقرا، كان ما عجبتكش مش لازم سكر الكتاب وحطه، أما المهم اقرا، وتواصل مع العباد، وما تكرهوش الآخر، اقبل الآخر، كافر، ملحد، لا أدري، اقبل، تحاور معاه، بالحوار نجمو نوصلوا نجمو نوصلوا، يكفي من الانغلاق. وتحب تقعد مسلم والا تقعد في دينك، اقعد، ما يلزك حتى حد، ما تلزمش غيرك بالدين نتاعك فقط. شكرا لك اخي بشير، شكرا لك. شكرا برشا. حتى تعليق اخير انا راح اراه، يعني في مودو مودو، هذا اللي حاطط اسم محمد بالاخضر ونزل مسبات. على كل حال يا مودو مودو واتيفر، انت يعني انت ما عبرت غير عن اخلاقك وعن اخلاق نبيك، يعني من يعني في بيقول المثل، من شابه نبيه ما ظلم، ونبيك بالضبط شتاما وانت شتام، وهذا يعني يعني بيخلي الناس بالفعل تعرف دينك شو هو وتعرف تعاليمه واخلاقكم شو هي، هالاخلاق القذره المنحطه واللي ودت بلادنا في 60 داهيه، وامثالكم هن اللي ودوها ب60 داهيه، وانتم بالنهايه راح تكونوا اصلا انتم في مزبله التاريخ، وما راح هذا مكانكم، ما راح تكونوا في مكان اخر. طب انا للتعليق، انا جماعه دوما يعني نخليهم ينبحوا، يعني يقولوا بالتونسي كلب ينبح على طياره، يعني يعني الطياره مش باش تسمع نباح الكلب يعني، ولا الشتم، والواحد عمره ما باش يوصل، سد عليه روحك، فرغ قلبك. احنا كما نقول يعني انا الفكرة انه هو عم يعبر عن شخصه،
عن أخلاقه عن أخلاق نبيه، يعني عن أخلاق نبيه. هذا هو الإسلام، ما في غير الشتائم والإرهاب والحكي الفاضي، وطز فيكم وفي في 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 كل من يشد على ايدكم كمان. بالضبط. لا هو ثم سبوت معروف في فيسبوك، في الفيسبوك يعني عطين واحد هز مسلم لافته قال سوف نقطع كل رقبه كل من يقول ان الاسلام دين ارهاب. ابدا تمام. هذا هو الواقع الحقيقي للاسلام اللي شايلين الاسلام حقهم فرنجين وقت الغلا، يعني بصراحه حقهم فرنجين وقت الغلا عم بيلعبوا فيهم مثل ما بدهم، وهن شويه اغبياء شويه بهاليل مفكرين حالهم قمه العالم ودمهم انظف دم وهن لا شيء اصلا. يعني هم انا وصلت في تونس كقابلك الشيوخ، يعني كده الشيوخ الجدد هذوما يقول لي افرح انت اصلك مسلم يزمك تفرح، يعني باش نفرح الراس تخلف بطل الراس واحد يكون مسلم اصلا بالتخلف باش نفرح بالبهامه بال يعني الجماعه هذو الجحشة الجماعه هذوما اللي سب شكرا كثير لك اخي بشير وشكرا لكم اصدقائي الاعزاء لمتابعتنا. الى اللقاء في حلقه قادمه. الى اللقاء. تشاو.